نبي بهلي، ما نواصل معكم ضفقنا الصباح بذات التواصل الجميل، يمتد التواصل لجانب آخر باختلاف طبعا طبايعنا وباختلاف بيئاتنا كمان، فبالتأكيد بيكون في اختلاف، الاختلاف سواء كان في الشخصية في المكان والزمان. كيف نتعامل مع بعضنا؟ كيف نتواصل تواصل أكثر يكون فعال؟ سعداء أن تكون معنا صباحا أستاذة غيداء عبد الباسط الباحثة الاجتماعية. أهلا وسهلا يا غيداء، صباح الزهور بك. صباح الزهور بمناسبة الزهور، زهرة لك. وقحتي ورد، شكرا شكرا زهرة لك كمان يا حسام. شكرا جميلا، شكرا جزيلا. صباح الخير عليكم والبهجة والأمل والتفاؤل، و ليكم ولأسرة البرنامج ولكل المشاهدين في أنا طبعا لأني داخل وخارج السودان مزول محظوظ شديد في حياتي، فجوني اثنين. يا سلام ما شاء الله، طيب خلاص من حظك بألوان مختلفة. بألوان مختلفة بلونين جميلين، كويس، دي حاجة حلوة. جميل، دي ممكن تكون مقدمة جميلة للتواصل ما بيننا وبين مشاهدينا. طبعا طبعا ده أكيد. أنا حستغل الفرصة دي بهديها لكل المشاهدين، بهدي دي وبحتفظ بيها دي. يا سلام، وأنا أهدي للكنترول. أنت أهدي للكنترول. أيوة كويس. للصديق نزار كل القائمين على أمر الكنترول لأنه هم الجهد الجماعي. لأنه حاسس إن العلاقة بيناتكم أعمق يعني. وأكثر العلاقة، أنت ما تعمل مشاكل، مالك علاقتي كويسة كل مع كل الزملاء يعني. جميل. فيا غيداء، الزهور لو اعتبرناها من شكلها الجميل وشكل كل واحد جميل باختلاف كلامه طبعا، والكلمة الجميلة والكلمة الطيبة جواز سفر. فنتكلم بداية زي ما اديتينا الزهور وقدمتيه، فأهمية الزهور في حياتنا باختلاف ألوانه. أهمية الزهور فيها رسالة، أكبر رسالة. الزهور أكبر رسالة وفن للتواصل. وبما أنه إحنا هنتكلم عن التواصل وفن التواصل، هو ما بس فن، هو صناعة كمان. فإذا التواصل عشان ما يكون في تواصل جيد لابد أن يكون في علاقات اجتماعية جيدة، أو بالأصح العلاقات الاجتماعية الجيدة لابد لها من تواصل جيد لبناء مجتمع جيد. فعشان كده إحنا حنبدأ بالفن التواصل، ده أهم حاجة. صحيح. اللي هو إذا عاوزين نعرفه مثلا أو نتكلم عنه كتعريف، لا هو فن التواصل هو صناعة، ولكن صناعة بيحتاج بيحتاج بعض النقاط أو بعض الممارسات طبعا كثير، فأنا لخصتها بس عشان الزمن في بعض النقاط. طيب اللي هي دي مثلاً من خلالها ممكن يكون في علاقات اجتماعية جيدة. يعني مثلا السلام، السلام بطريقة قوية اللي اسمها شيك هاند، اللي هي سلام بطريقه قويه مدعمه بالاي كونتاكت او البودي لانجويج. تمام، دي واحده من اهم اسباب التواصل. تمام، ثاني حاجه اللي هو غير السلام بيكون في عندنا ممكن تكون الابتسامه مثلا. طبعا هي الابتسامه، لكن احنا قبل الابتسامه السلام والاصغاء الجيد من احنا عشان نكون علاقات اجتماعيه بين الاخرين، فاحنا بنركز على الحاجات دي. فبكون مثلا غير السلام بيكون في الاصغاء الجيد للاخر بطريقه ممكن تكون مدعمه برضه بالاي كونتاكت. يعني انت اثناء ما انت بتتكلم مع شخص بتتكلم معه وبتنظر له في عينه، فبتديه احساس بالاهتمام. طالما انت حسسته بانه انت مهتمه به او انه هو اهم زول في حياتك في اللحظه دي، اذا حيكون الاهتمام متبادل بينك وبينه. طيب طيب، في حاجه ثالثه ممكن تكون هي غير الاصغاء الجيد، بتكون نوع مثلا من المجامله، ودي اهم حاجه دي بعد ما يحصل ولف او يحصل تآلف بين بين الفردين او بين الشخصين او بين اي علاقه بين اثنين في المجتمع. طيب. وطبعا على ذكر المجاملة، الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة بقول شنو؟ جواز سفر. جواز سفر، أيوة. فمنلقي إنه الكلمة الطيبة أو الكلام الطيب ما بمعناه إنه الكلمة بتصعد إلى السماء، يعني إنما يصعد الله الكلام الطيب. فبالتالي أي كلمة طيبة إحنا مجرد كلمات بتتقال من اعتبرها كلمات يومية أو حتى إحنا متعودين عليها، لكن هي في الحقيقة كلمات مؤثرة أثر جدا، أثر فعلي جميل وكبير، أثر كبير وأثر جميل. والكلمة الطيبة طبعا مفتاح كل القلوب. يا سلام. فكلام مثلا زي كتر خيرك وشكرا لك وبارك الله فيك والحاجة دي إحنا ممكن نستقل بها، لكن هي في الحقيقة موضوع أكبر من كده. فدي ممكن تكون ممكن تكون حاجة كبيرة أو تفرح زول، طاقة إيجابية بتبعث السعادة في طرفين مثلا. ما بين المتحدث نفسه وما بين المتلقي، يعني الأساس في عملية التقدير. أنت هسا أو الكنترول أو الزميل منتج البرنامج شال الزهرة دي، ما حترجع لمكانها، لكن أدت مدلول إيجابي كبير. طبعا أكيد. القطر لما يخرج عن مساره ما برجع،
ولما نعمل اي حاجه شلناها ما بترجع لوضعها الطبيعي. كذلك الكلمه الطيبه انه لو طلعت جميله بتصل بمعنى الجمال، ولو الكلمه طلعت سلبيه حتنشر الطاقه السلبيه. تكلم عن التقدير في علاقاتنا وعلاقته شنو بالتواصل. طيب العلاقة التواصل، طبعا احنا لما نتكلم عن التواصل في تشابه وفي اختلاف بين انماط البشر. طيب كل ما كان في تشابه بين انماط البشر او بين الشخصيات في حاجات بتتطلب الكلام ده، يعني مثلا علاقة الزمالة او العلاقات السطحية بين الناس، ممكن نقول عليها سطحية لأنه ما عميقة. العميقة دي بتحتاج شوية من التشابه، لكن الاختلاف هو أساس العلاقة، وده كمان مذكور في القرآن، إن جمعناكم شعوب وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتالي الاختلاف أو احتكاك الثقافات أو اكتساب معلومات جديدة دي كلها بيعملها الاختلاف، الاختلاف بين الناس. طيب فزي علاقة الزمالة مثلا، زي علاقة الجيرة، فدي بنحس انه علاقة الزمالة وعلاقة الجيرة دي من النوع اللي بتحس انه كل ما كان العلاقة فيها اختلاف كل ما كان في اكتساب للمعلومات واكتساب للثقافات واحتكاك في الثقافات. واعتقد ده كمان هي دي المسج اللي بيصليها او دي العلاقات الاجتماعية من خلالها بيحصل بناء اجتماعي. جميل. طيب مفهوم التكافؤ باعتباره جزء اصيل جدا من التواصل، والتكافؤ اللي بيكون بين طرفين دائما، فخلينا نتكلم عنه كمفهوم وباعتباره جزء اصيل من عمليه او من فن التواصل، هذا الفن اللي تكلمنا عنه كصناعه. طيب التكافؤ الاجتماعي، احنا اذا ذكرنا التكافؤ الاجتماعي معناها علاقات ثنائيه بين اثنين او بين افراد من المجتمع. فالتكافؤ ده بيكون مبني على أسس كثيرة، يعني برضو حاجات لها علاقة بالتشابه وبرضو حاجات لها علاقة بالاختلاف. فمثلا التكافؤ بين الأزواج أو بين الزوجين أو بين الخطيب وخطيبته أو بين العلاقات الثنائية بشكل عام. نعم. فبنلقى إنه التكافؤ بين الأزواج تحديدا بنلقى بيحصل إنه التكافؤ ممكن يحصل اللي يبدأ الكلام يتوه مني بين الزوج والزوجة في المحيط، بين الزوج والزوجة، وخاصة إن التكافؤ ممكن يكون بين العلاقات الثنائية. فبنلقى إنه الزوج دائما الزوج ممكن يقدم للزوجة تفاصيل إشباع الرغبات المعروفة سواء كان على المستوى الشخصي أو الحياة في الواجبات اليومية. أنا قصدت بكون تكافؤ اجتماعي، تكافؤ ثقافي، وتكافؤ مادي. طيب التكافؤ الثقافي ده، يعني أنا بلقى إنه التكافؤ الثقافي ما بين العلاقة بين اثنين إن يكونوا في نفس مستوى الثقافة أو نفس مستوى التعليم. بالنسبة للتكافؤ المادي إن يكون الاثنين في نفس الليفل أو الطبقة الاجتماعية. إذا ما كانوا في نفس المستوى ما بيحصل تكافؤ مثلا؟ ما حيحصل تكافؤ أو حيحصل فشل في العلاقة الزوجية. طيب ده معناه برجعنا للاختيار من البداية، ما عشان احنا نختار صح لازم يكون في تكافؤ في الثلاث حاجات دي، سواء كان تكافؤ مادي، تكافؤ ثقافي، وتكافؤ كمان بيئي. يعني اللايف ستايل بتاعه، الطريقه بتاعته، نمط حياته، اسلوب تنشئته، والكلام ده كله ما ينفع هنا. يعني شخص يكون في ليفل عالي مثلا والمقابل كمان منه يكون هو شخص مثلا متدني في البيئه، فعشان كده لازم يكون في تكافؤ من الناحيه دي. الثقافي انه مستوى التعليم مثلا، ما ينفع شخص يكون عنده دكتوراه مثلا او عنده واصل مراحل تعليميه مثلا مقدره، فيرتبط مثلا بوحده يا دوب بتفك الخط او يا دوب بيختلف التفكير طبعاً. وامتدادا لكل علاقاتنا المختلفه، الصمت واصغاء للاخر والتقدير اللي بتختلف زي ما ذكرتي، من البيت للاسره الاصدقاء في مجال العمل، اي واحد بيحتاج لمعامله خاصه عشان نقدر نتواصل معه بطريقه جيده. بس صديق الزمن حنواصل ان شاء الله في حلقات قادمه اكثر عن هذا الموضوع ونتوسع اكثر في عمليه التواصل. كثر خيرك سيده عبد الباسط الباحث الاجتماعي. شكرا جزيلا. تسلم يا رب. تسلم. مقدرين. شكرا جميلا.